فيصل ماني يعني جولة انتهت دقيقة 92 آلاي سوى جزاء الروماني هون آلاي ما متوقع وهنا السقوط الذي كان أعصاب يعني نعم يقرر بوجود ركلة جزاء قلت هاي انتهت بعد صار يعني شلون الصدمة تقول حتى علي فاز قال لإبراهيم شنو هاي أنا قبل تقريبا 30 ثانية بدلت ويا روان امين وكنت تعبان كان عندي شد عضلي بجسمي بس عطوهم الجزاء حسيت اني بطب الملعب مره ثانيه اساعد الفريق ما حسيت بالتعبانه بس بهاي اللحظه لما عطوهم الجزاء حسيت اني يمكن البطوله تروح من ايدي سعود جلال حسن عمان تعود تسجل عمان قولوها بس قدرنا ورحت شجعت اللاعبين قلت لهم انه لازم نفوز بالاشواط الاضافيه مهما يكون الامر وامجد عطوان اذا صافره نهايه الوقت الاصلي اذكر انه احمد باسل وفهد يعني خلصت المباراه بالتعادل فاجوا هم قالوا احنا راح نفوز وانت كابتن الفريق وشد حيلك واحنا الجمهور ويانا والاجواء ويانا وراح نفوز احنا كان أمجد عطواني قلت له أمجد لحنا غلط قال لا صابر قلت له والله لحنا غلط قلت له بس نقول ثاننا غلط كرة اللعب الآن تخطير خطير 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 من دهون جزاء سوى ثاني ما جول أمجد عطوان هدف جميل يلعبها جميل خطره راسهم يابس العمانيين عودة الفريق العماني وإصرارهم إنه في دقيقة 117 قدروا إنه يعودون للمباراة كانوا يعني ند قوي و ما فقدوا المنافسة أو ما فقدوا أنه مقاومة في الحصول على لقب بطولة كأس الخليج من طلعت دقيقة 85 كانت 1-0 نتيجة وبعد أقول من إذا المهاجم انفرق من نص الملعب أنا أدخل له من أنا أقول أدخل يعني أسوي فاول خلي يطردوني خلي أنحرم في دلوقتي ثلاثة فأقول أدخل أنه المهم شنو البطولة ما تروح العراقي قلت له أمجد والله إحنا غلط قلت له ما تروح جزاء قال لا راح الجزاء قلت له لا اللبن إحنا غلط ممكن قلت انه احنا راح نروح لركلات الجزاء ونتفوق بركلات الجزاء بحكم انه احنا عندنا حارس متمرس على ركلات الجزاء اللي هو جلال حسن لكن الكره الثابته اللي صارت كنت متفائل بيها يلعب الكره العاريه خطيره عراقيه الله لا ما يحدث هذا امر قريب ما يحدث هذا امر مجحف لا 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 يا عراق ماذا فعلتم يا عراق يعني بطريقه لا اراديه يعني انطلقت من مصطبه الاحتياط باتجاه مناف يعني دخلت الى ارض الملعب يعني يعبر عن مشاعره كل من على طريقته الخاصه من اللاعبين واقفين على الخط وفهد يصيح يا رب العراق بطلا لخليجي البصره 25 حالة لا أرادي أنه تبكي لأن لازم تريد أنه تفرح جمهورك لقدت مع أمجد عطوان في المباراة النهائية والدموع اللي لا إرادية خاصة أنه اللقطة كانت واضحة وصريحة أمام الجميع يعني هذه لقطة مؤثرة صافة الحكم بالنهائي وركضت لأهلي اللي جاي من السويد أخوي والدي ووالدتي وأخواني كانوا بالمدرج Lo que nunca olvidaré es la de gente que hicimos felices, pero a la vez...